قال عليه الصلاة والسلام: يوم الملحمة الكبرى، يوم الملحمة الكبرى، فسطاط المسلمين في أرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل. واحمل مخارج والمداخل واحفظ بلاد. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: مع أي جند أكون؟ قال: عليك بالشام، عليك بالشام، فالملائكة باسطة أجنحتها. مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل. أرفعوا الأرض وتضرعوا عند الشدائد والزلازل. يا رب اسمع الله. إذا فسد أهل الشام لا خير فيكم، والله لا خير فيكم، والله لا خير فيكم، من البنادق والقنابل نامت عيون صغارهم. انت شو حاسه؟ انت حاسه بجوجاع؟ كثير عم يجعني. وين عم يجعك؟ انت كلها عم تجعني. عيونك حاسه فيهم وجع؟ ولا نامت له يوما انامل، وعليه اصبح حوبه دمع الثكالى والأرامل. لله رب المشتكى، رب الأواخر والأوائل، والله فوق المعتدي، فوق الأسنة والسلاسل. وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل، وغدا إذا الحق اعتلى حتما سيزهق كل باطل.